أستاذ عرف نفسك. حامد عبد السلام محمد حاتم. ايه الموضوع اللي محمد انت مقدم فيه بلاغ دوت وقصته وامين شرطة وبقى ضابط وقصة كده كبيرة مش عارفها؟ لا تفضل. الحكاية واحد اسمه رمضان علي محمد العربي كان امين شرطة في مباحث امن الدولة. ذاكر اترقى بقى ملازم مش من امن الدولة. حصل على اللسانس الحقوق. حصل على لسانس الحقوق. سنة كام؟ تقريبا 91. تمام. اترقى راح مديرية امن الجيزة. ضابط يعني. بقى ضابط بقى برتبة نقيب شرطة. تمام. يعني هو بقى ملازم وبعد كده خد ملازم الاول وبعد كده بقى نقيب شرطة. تمام. بقى نقيب شرطة. المهم ايه، هو كان ماسك حراسات خاصة في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. المهم ايه، امر العساكر في اعلانات حي الاشجار كويس، خلاهم يطلعوا يسرقوا الخلايا الضوئية والماكينات ويودوا المسروقات دي البيت بتاعه في المعاش. المهم وكيل الشركة كان مبلغ المباحث القاهرة، المباحث عملت اذن من النيابة، خدت قوة معاها للمعادي لبيت منزل الضابط نقيب شرطة ده رمضان علي محمد العربي، وريت له الاذن، فتشت البيت لقت المسروقات اصطحبته معها لمباحث القاهرة. مباحث القاهرة وديته لنيابة الهرم اللي هي تابع فيها القضية. كان الكلام ده كان 5/3/98. النيابة ادت له 4 أيام حبس. بعد الاربع ايام حبس اتحدد له جلسة 30/7/98 حضوري. خد سنة حبس مع الشغل هو وعسكري تاني معاه. يعني ثبت عليه التهمة؟ ثبتت عليه التهمة. سنة حبس وايه مع الشغل هو والعسكري اللي معاه اللي هم كانوا سارقين. استأنف الحكم 9/9/98. نظرت المحكمة الجيزة القضية مستأنفة. كويس. حضوري خد 6 أشهر مع الشغل. تمام. يعني التهمة ثابتة ثابتة. التهمة ثابتة اتعدلت العقوبة لثلاث. تمام. بعد ما خد 6 أشهر دلوقتي القرار الوزاري اتنهى خدمته. أنهى خدمته بقرار وزاري برتبة نقيب شرطة بإنهاء خدمة النقيب رمضان علي محمد العربي بناء على الحكم النهائي في السرقة. تمام. كويس. برقم القرار 1278 في 9/9/98. تمام. كويس. وفي أثناء استئناف الحكم طعن بالنقض عن طريق القضية دي. في 5/2/8 في 5/2/2008 حصل على رد اعتبار من نيابة الاستئناف. هو كان في الوقت ده في 9/9 كان مطلع صحيفة حالة الجنائية لا شيء، قدمها في النقابة وقدم في النقابة بقى محامي بدون أن يتم رد اعتباره فيها. وده محامي يقول محامي الجماعات الإسلامية. أيوة. محامي الجماعات الإسلامية والمباحث. محامي المباحث. أيوة. المهم إيه، في 5/2/2008 حصل على رد اعتبار من نيابة الاستئناف مخالف للقانون. ليه؟ لأن في 21/1/2008 نظرت محكمة الاستئناف دائرة جنح النقض القضية اللي هو طعن فيها برقم 32/575 لسنة 68 قضائية. في ذات الجلسة المحكمة قررت قبول الطعن شكلا وإعادتها لمحكمة الجيزة لنظرها من هيئة استئنافية أخرى. القضية رجعت لمحكمة الجيزة. الجنح مستأنف الهرم. تداولت الجلسات، جاب شهود
بقى حضوري 28/1/2009 الحكم عليه بثلاث اشهر الاكتفاء بحبسه ثلاث اشهر مع الشغل. بقى الحكم ده نهائي. قدمت انا الحكم ده للنقابة وشطبتهم بس للأسف بقى ايه يعني تم شطبه من النقابة وهو تم التحايل مرة اخرى عن طريق ايوه افراد مباحث امن الدولة هي اللي ايه هي اللي سهلته بقى خمس ست مرات اشطبه يرجع اشطبه يرجع كل ده من برضو امن الدولة العليا. وانا حصلت على مستندات كويس بتؤكد كلامي وبتؤيد كلامه وهو الى الان في تحقيقات في النيابة العامة بخصوص مزور في اواضي وفي محاضر كويس. اما انا قدمت انا بلاغ للنائب العام كويس بتهم فيها سبع لواءات وعميد شرطة اللي هم اهمال وتستر على رمضان علي محمد العربي وهو ما اتسجنش. انا حصلت على شهادة من مصلحة السجون بتفيد لم يستعلم على رمضان بالاسم او رقم القضية. تمام. يعني قضى ايه قضى الحكم ده في الشارع يعني؟ ده الحكم ده على الورق. يعني اللي ثبت لي الحكم ده على الورق الكلام ده خطير. الكلام ده انا قدمت فيه بلاغ للنائب العام وسياده المستشار حولها لنيابه الجيزه ونيابه الجيزه حولتها الاسم لنيابه اسم الجيزه كويس برقم المحضر 4342 اداري اسم الجيزه 2011 وانا ادليت باقوالي اخر يوم 15/6/2011 وهي عند السيد الاستاذ وكيل النيابه في التحقيق الى الان. طب شكرا استاذ ولنا لقاء اخر ان شاء الله. شكرا.